مساء الخير مشاهدينا. البداية مع مباريات المربع الذهبي من الدوري الأردني لكرة السلة، حيث حقق فريق العلوم التطبيقية فوزا كبيرا على الكلية ب115 نقطة مقابل 77 نقطة في مباراة كانت على الهواء مباشرة عبر رؤية. البداية كانت حذرة بعض الشيء، لكن سرعان ما تقدم العلوم التطبيقية بالنتيجة حين أنهى الربع الأول ب35 نقطة ل25. في الربع الثاني زاد التطبيقية من سرعة التحركات وسط تألق من وسام الصوص على الرميات الثلاثية ومحاولات من غازي النبر لتعديل النتيجة للكلية لينتهي الربع ب70 نقطة مقابل 42. وفي الربع الأخير اعتمد المدير الفني للتطبيقية بركات على دكة البدلاء لتنتهي النتيجة بفارق كبير وصل ل115 نقطة مقابل 77. تفتتح يوم غد اللقاءات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الأردني لكرة القدم بإقامة لقاءين مهمين، حيث يحل فريق شباب الحسين ضيفا على الصريح، بينما يستضيف اليرموك فريق المنشية. ويتطلع فريق الصريح الذي احتل المركز العاشر إلى تحقيق الفوز على شباب الحسين الجريح وتعزيز الحظوظ في البقاء، فيما أضحى فريق شباب الحسين في وضعية لا يحسد عليها. وفي اللقاء الثاني يطمع فريق اليرموك بالتمسك بأمال البقاء عبر تحقيق الفوز على المنشية في مباراة ستكون صعبة على الفريقين. عززت المنتخبات الوطنية للجودو رصيدها من الميداليات الملونة بالحصول على فضية وبرونزية في ختام البطولة العربية للجودو للشباب والشابات التي جرت منافساتها يوم أمس في صالة الأرينا الجديدة بمدينة الحسين للشباب. وتزينت لاعبة منتخب النساء لوجين الزبن بالميدالية الفضية، وذلك بعد أن دخلت في منافسة قوية مع المغربية كوثر بن غدير التي ظفرت بالذهبية. وحقق منتخب الرجال الميدالية البرونزية ضمن مسابقة الفرق، ليحتل بالتالي المركز الثالث بالتشارك مع اليمن خلف المغرب الأولى وليبيا التي جاءت بالمرتبة الثانية، فيما خرج منتخب الشباب من منافسات الفرق خالي الوفاض وودع البطولة من الدور الأول. على الصعيد الآسيوي والعربي، حيث خسر المنتخب القطري أمام مضيفي المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. وبعد كرة عرضية استغلها ليكيون سجل الهدف الأول منها بالدقيقة 60، وبعد ذلك تخلى المنتخب القطري عن حذره واندفع للهجوم وسجل التعادل عن طريق خلفان إبراهيم. وبعد ذلك ضغط المنتخب الكوري في الدقائق الأخيرة حتى خطف صاحب الأرض هدفا قاتلا منحه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار التصفيات عبر سون ميونغ مين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. وفي مباراة ثانية استعادت أوزبكستان صدارة المجموعة الأولى بفوزها الصعب على لبنان بهدف مقابل شيء، وسجل سيرفر ديغروف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63. أوروبيا، استعاد منتخب إسبانيا لكرة القدم بطل العالم وأوروبا صدارة المجموعة التاسعة بعدما أطاح بجاره ومضيفه الفرنسي بهدف نظيف، وذلك ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم. وبعد فترة جس النبضة التي طالت حتى الشوط الثاني، تمكن بيدرو من تسجيل هدف الفوز الوحيد للإسبان في الدقيقة 58. وبهذا الفوز وضعت إسبانيا نفسها في مرتبة مريحة ولو مؤقتا بانتظار نتائج الجولات الثلاث المتبقية، كونها كانت تواجه في حال تعثرها خطر الحرمان من التأهل مباشرة إلى المونديال. وفي مباراة ثانية عززت إيطاليا من الصدارة بعد فوزها المستحق على مالطا بهدفين نظيفين، وفرض مهاجم ميلان ماريو بالوتيلي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي لاتزوري الدقيقة 8 شهدت الهدف الأول، والدقيقة 45 شهدت الهدف الثاني.
بدورها واصلت ألمانيا العزف المنفرد في مقدمة المجموعة الثالثة بعد فوزها الكبير على كازاخستان بأربعة أهداف لهدف. ماركوس رويس فتح التسجيل، ثم عزز ماريو غوتزي للمانشافت وأضاف الكاي الهدف الثالث في الدقيقة 31، ثم دلل هنريتش الفارق لكازاخستان في الدقيقة 46، وعاد رويس ليختتم مهرجان الأهداف للألمان في الدقيقة 90. ونبقى مع الأجواء الأوروبية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أيضا، حيث واصل كالعادة المنتخب الهولندي تحقيق الانتصارات، وهذه المرة عندما ضمت رومانيا إلى قائمة الضحايا بفوزها برباعية نظيفة. وافتتح فاندر فارت التسجيل مبكرا في الدقيقة 12، ثم عزز فان بيرسي من التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 56، وعاد نفس اللاعب ليعزز التقدم في الدقيقة 65، ثم اختتم لانس مهرجان الأهداف في الدقيقة 90. وفي غياب النجم الأول، حقق المنتخب البرتغالي فوزا ثمينا على مضيفه الأذربيجاني بهدفين دون رد، وسجل برونو ألفيش الهدف الأول في الدقيقة 64، وعزز هوغو ألميدا في الدقيقة 79. هذه المباراة التي شهدت غياب كريستيانو رونالدو بسبب الانذارات. حافظ منتخب مونتينيغرو أيضا على فارق النقطتين الذي يفصله عن نظيره الإنجليزي بعد تعادلهما بهدف لهدف. تقدم منتخب إنجلترا منذ الدقيقة 6 بفضل ضربة رأس من وين روني، وعادل لأصحاب الأرض بنفس الأسلوب البديل ديجان دمانيوفيتش في الدقيقة 77. عادل منتخب الأرجنتين بنقطة ثمينة من تعادل مع بوليفيا بهدف لهدف، وذلك في الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وسيطر أصحاب الأرض على المجريات منذ البداية، فيما بدت تحركات لاعبي الأرجنتين ثقيلة، وبعد ضغط المنتخب البوليفي سجل مارسيلو مورينيو الهدف الأول في الدقيقة 25، ثم عادت الأرجنتين إلى الأجواء وأدركت التعادل عن طريق بانيغا في الدقيقة 44.